قرأت بالعنوان. صحيح، كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هم متصدرين في قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم لعام 2020، لكن مين اللي حصل على المركز الأول؟ السلام عليكم، أنا سمر وأهلا وسهلا فيكم في قناتي. تنويه صغير للمتابعين الأعزاء القديمين اللي تعودتوا دائما تشوفوني في مقاطع ألعاب. أكيد أنا بحب الألعاب، بس كمان شخصيتي بتحب التنويع والتغيير، وأنا حابة أمارس مهنتي كصحفية أو خلينا نحكي إعلامية حتى لو على اليوتيوب. واللي بيتابعني على الإنستغرام بيعرف كمية حبي للرياضة وللألعاب الرياضية وللفوتبول والتنس بشكل عام. فبتمنى تتقبلوا مني هذا التغيير، وبتمنى تدعموني مثل ما أنتوا كنتوا دائما تدعموني، وحب كبير لكم وشكرا كتير. خلونا نرجع لهذا اللاعب روجر فيدرر. أكيد سمعتوا في هذا الاسم من قبل. هو لاعب تنس سويسري أسطوري يحمل في جعبته 20 لقب جراند سلام. شو يعني جراند سلام؟ يوجد فقط 4 بطولات جراند سلام في السنة، وهاي البطولات هي جدا مهمة لكل لاعب تنس على وجه الكرة الأرضية. ليش مهمة؟ مهمة لأنك بتكسب فيها نقاط وبيرتفع تقييمك على مستوى العالم، بغض النظر أيضا عن البرايز ماني، الجوائز المالية العالية في هاي البطولات. وأن تفوز في واحدة منها فقط يعني أنك ستدخل التاريخ. يعني تخيل أن فريقك المفضل يفوز بالتشامبيونز ليج، فلك أن تتعجب لهذا اللاعب فيدرر اللي بيحمل 20 لقب من هاي البطولات. رقم خيالي. إذا أنتم معنيين أنكم تعرفوا قوانين التنس وحابين تعرفوا كل صغيرة وكبيرة عنها، احكوا لي بالتعليقات علشان أعمل فيديو كامل مفصل عن قوانين التنس. أوكي، عرفنا الآن عن 20 لقب، وعرفنا الآن عن قوة، وتخيلنا قوة روجر فيدرر، لكن كيف هو اللي حصل على المركز الأول في تصنيف اللاعبين الأعلى أجراً في العالم؟ وكم هو المبلغ؟ هذا هو السؤال. مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في الأمور البزنسية أو الأعمال صنفت روجر كاللاعب الأعلى أجراً في العالم بإجمالي أرباح 106.3 مليون دولار، كسبها من خلال فوزه بالبطولات، من خلال الإعلانات والاستثمارات. أما المركز الثاني كان من نصيب كريستيانو رونالدو برصيد وأرباح قدرت 105 مليون دولار. وأما في المرتبة الثالثة حصل عليها البرغوث ليونيل ميسي برصيد 104 مليون دولار. وإذا أنتم حابين تشوفوا قائمة الأسماء من رقم 4 وما بعده، ححط لكم رابط بصندوق الوصف، فيكم تنزلوا وتشوفوا باقي لاعبينكم المفضلين إذا كانوا ضمن القائمة أو لا. بينما في سنة 2019 روجر فيدرر كان رقم 5، ومن كان رقم 1 هو ليونيل ميسي. مبروك عليهم هذه الأرقام. أما عن آخر أخبار الكرة الصفراء، بطولة ويمبلدون قد وصلت واقتربنا للربع النهائي، وروجر فيدرر متعطش للفوز ومتعطش للقب آخر في الجراند سلام، خاصة بعد أن انسحب من بطولة رولان جاروس رغم وصوله للدور الرابع. لكن حجته في الانسحاب كانت أنه لا يريد أن يرهق جسده. فهل انسحاب روجر من بطولة رولان جاروس سيترك تأثير إيجابي عليه في ويمبلدون؟ أنا أعتقد نعم، وأعتقد أيضا أنه في فرصة كبيرة أنه يفوز في هذه البطولة، نظرا لانسحاب نادال من بطولة ويمبلدون وأيضا فوز جوكوفيتش في بطولة رولان جاروس. فيكون صعب على نوفاك أنه يفوز في بطولتين جراند سلام وراء بعض. لكن تحذير، لما منا نحكي عن جوكوفيتش إحنا منا نخاطر، لازم نكون حذرين لأنه هذا اللاعب خطير 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 جدا، وممكن أن يفاجئك يرجع من العدم. جوكوفيتش هو لاعب يرجع من الصفر، حتى لو كان خسران 6-0 ممكن يرجع ويغلب، لأن الجوكو بتمتع بمستوى عالي ولياقة ذهنية وبدنية خارقة. لكن أعتقد أنه ممكن أن يعاني جسديا على العشب من ناحية توازن. ومن الجدير بالذكر أيضا أنه روجر فيدرر بتاريخ 8-8 بده يصير 40 سنة يا عالم، 40 سنة وهو من التوب 10. فهذا كمان تحدي لروجر في الفوز ببطولة ويمبلدون هاي السنة. لها معاني كبيرة، لها معاني كثيرة، ولها معاني عميقة، لأنه بده يتحدى العمر.
بده يتحدى اللياقة، بده يتحدى اللاعبين الناشئين اللي هم بيخوفوا، اللي هم متعطشين للقب في الجراند سلام، نظرا لأن اللاعبين الناشئين أدائهم بيتطور بسرعة وبسرعة عالية وثقتهم عالية بالنفس وعم بيشتغلوا على هذا الشيء صح. فإحنا بدنا نتوقع وجود الربع النهائي أو النصف النهائي أو الدور الرابع أسامي جديدة علينا، ونحن بنتمنى التوفيق لكل اللاعبين ونشوف تنس حلو. دومينيك تيم، اللاعب الخجول النمساوي اللي بتمتع بأسلوب لعب عبقري، هو خجول لكنه أبدا مش خجول على الملعب لا جسديا ولا ذهنيا، فإنه أيضا انسحب من بطولة ويمبلدون. يعني الطريق مفتوح لروجر، يعني لازم يستغل أي فرصة عشان يحقق اللقب، لأنه صعب صعب بالمرات القادمة أن يستطيع أن يحقق لقب جراند سلام بوجود هؤلاء اللاعبين الوحوش على الملاعب. فأعتقد أنه هذا الضغط اللي موجود الآن على روجر فيدرر هو ضغط رهيب، ضغط كبير وتحدي أيضا بالنسبة له، فعليه أن يقدم أفضل ما عنده ونحن بالانتظار. والسيناريو المتوقع للربع النهائي لهذه البطولة حسب ما نشرته الـ US Open عبر صفحتها على الإنستغرام هو نوفاك جوكوفيتش سيلعب ضد أندي روبليف الروسي، هو لاعب قوي جدا وللآن مستمرين في البطولة. سيتي باس وباتيستا أغوت، للأسف خرج سيتي باس من الدور الأول، لا نلومه لأنه نوفاك جوكوفيتش عذبه ومرمره في نهائي رولان جاروس. عندنا كوارتر فاينل مع زفيريف وبرتيني، ما بعرف كيف بيحكوا اسمه، لكن هذا ايضا السيناريو متوقع وممكن ان يحدث اذا لم يخرج احد هدول اللاعبين، روجر فيدرر ودانيال ميدفيدف. كانك بتحكي عن ثلج ونار، روجر هو ثلج بارد اعصاب يلعب ببرود اعصاب رهيبه حتى لو بده يخسر اهم نقطه في حياته، ودانيال ميدفيدف على ابسط النقاط يشتعل. هو المفروض انه انت تكون مهتم للنقاط الاثنين، لكن ما بتخيل كم المتعه التي سنراها اذا لعب روجر فيدرر مع دانيال ميدفيدف. بتمنى انكم تكونوا استمتعتوا في هاي الحلقه، وبعرف انا انقطعت لزمن طويل لكن الحمد لله رجعت، ورجعت بمحتوى أنا حبيته أكتر وحابة أمارسه أكتر في اليوتيوب، وإن شاء الله تكونوا أنتوا كمان استمتعتوا. وإذا بتحبوا أحكي عن مواضيع رياضية أخرى احكوا لي بصندوق التعليقات، وما تنسوا تتابعوني على الإنستغرام، الرابط راح يكون موجود بصندوق الوصف علشان نستمر في تغطية المباريات الجميلة إن كانت تنس وإن كانت فوتبول. لكن انتبهوا معي على التنس لأنه إحنا حاليا موجودين في بطولة ويمبلدون لعام 2021. شكرا كتير لكم، مع السلامة.